يا جدعان معاك سيجارة؟ سيجارة ايه؟ معايا السجاير. حلوة الساعة دي. انت عبيط ياد ولا ايه بتستعبط؟ انا صالح ابو ضيف من المنطقة هنا. اخلص صالح نفسك وصفي نيتك واقلع الساعة. اخلص اقلع الساعة. اخلص انت شايف كده يعني؟ اه يا كبير اقلعها انت عشان صعبة. ماشي معاك فلوس؟ انت هتاخد الساعة وتاخد فلوس كمان؟ الرجالة عايزة تتعشى. فتشوا يا عم، ده عمك صالح مش غريب واول مرة يزورنا. ماشي يا رجالة اتكلوا على الله. صباحك عسل. ايه ده؟ حلو الخاتم ده يلزمني. بقول لك ايه؟ الخاتم ده عزيز عليا، فكك مني. ما انا هاخده منك للذكرى. اقلع. اخلص. بس ورحمة أمي منعتك. كلهم بيقولوا شبهك كده. انتشوا يا رجالة. وحيشني يا ملك الرجوله يا صاحب صاحبه. ازيك شوقي؟ يا جدع في ايه يا جدع؟ مالك في ايه؟ عيل قلبني وانا داخل الحاره، حط مطوه في جنبي، هو معانا فريق معاهم سلاح، خدوا المحفظه والساعه والخاتم بتاعي. عيل مين اللي يقلبك ده؟ انا اول الحاره بقول وشرف امي اللي انزل اقلب لك الحاره اللي فيها واجيب لك راجل تحت رجليك. يا اخويا لا تروح ولا تيجي، انا عارفه مين اللي عمل كده، مفيش غيره، الواد ازازه. انا هنزل اقفل الكوافير وهتصرف. نورت يا دولي نورت. ازازه مين؟ دولة حبيبي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ولا تقلق ازازة ايه ده جاي هنا؟ هيروح فين يعني؟ الحاجات دي اللي بيقلبها دي بيجيب على انا ليك انت؟ امال ايه؟ تشتري حاجة مسروقة؟ يا عم الدولة انت مش عارف حاجة، فترة الغياب اللي انت فيها الواد دوت بيتقي شر مجدي، عشان كده هو بيسكته. ليه؟ يا عم وعلي العيب مش على الواد، العيب عليك انت. انت بتسافر اكتر ما بتقعد يا صالح. العيب على انا؟ ايوه محدش عارفك في الحارة يا اخي. كلامي مين ازازه ده؟ يا عم ده واد غلبان خارج من 7 سنين سجن وبيلقط عيشه. بقول لك ايه؟ ايه ده بقى؟ وافصل بيره بيره شويه بيره كده وافصل. بيره ايه؟ بقول لك السبات تحت قول لي بيره. تعالى يا طارق انا بيره ودرينك جينا. تعالى بقول لك ايه يا ناجي؟ قفل انت وروح. سمسمه ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تيجي نرجع لبعض زي الاول بدل ما احنا متفرقين زي الكوتشينه كده. بقول لك ايه يلا؟ نعم. هو انا اتجوزتك ازاي؟ كانت لحظه ضعف. ده قلب امك اللي ضعيف يا رحام. سمسلة ايه؟ كارت ب50 جنيه؟ انت زي ما انت يا مجد، سافرت ورجعت وانت في نفس قعدتك دي، ما تغيرش. الغرض شيء، انت مسافر وسيبني مجدي راجع وانا المعلم مجدي. الناس بتقف ورا طوابير. يا عم ورايا ايه؟ يقف ورا المحل. محل السمين؟ محل السمين ده لدرجه ان انا بفكر اشتري بيت ابوك وهيته واعمله سنتر بقى زي سنتر بحه كده، ويبقى سنتر مجدي للسمين. بيت مين اللي تشتريه وتهد؟ ده انا اشتريك واشتري المحل بتاعك. اشتري المحل بتاعنا؟ بتعمل بيه المحل؟ ولا حاجه. اقعد انا والراجل ده نشرب حجرين معسل، نشرب كوبايه شاي، نحرق دمك وخلاص. بس على فكره فكر على المغطي. خد بره. ايه خسرت مين؟ خسرت وحد يلعب معاه ويكسب؟ ده وشه فقري. العب دور تاني. العب دور تاني. عايز ايه يا سمسمة؟ بقى بتسرق الدولة يا معفن. دولة مين؟ دولة بيوجعني. بقى بتلون عليا انا يالا. ما عادش اللي يلون عليك، انت بالذات عارفة ان انا ما اعرفش اكسر لك طلب. طب يلا، اب وهات حاجة الراب. اب؟ حاجة الراب؟ اهي. لسه طازة ايه؟ يا معفن يا ابن المعفنين. كده تبقى خسران كام يابا؟
ألف جنيه. أيوة، أول ما الواد يجيب لك فلوسك تدفعهم وقتي. إحنا ما كسبناش خالص. بريح شوي، ما أنت قاعد. أهو جه أهو. خش قدامي ياض. امسك يا عم ال1000 جنيه بتوعك اهم، هرمش منك يا سمسمه. شكرا. شكرا على ايه يا اخويا؟ ده بيتك، ده انت هتبات هنا. ايه ده يا سمسمه؟ هو انت مش متجوزه؟ متجوزه ده ايه يا اخويا؟ ما انا طلقته، هتطلع عليا اشاعات ولا ايه؟ يلا بينا يا شوقي. هو انا لازم اجي معاك؟ شوقي خليك مع صاحبك، ما تسيبوش وهو في الحاله دي. يلا. حاضر. انت شايف كده ازازه معاهم؟ راضي الراجل زعلان منك. ما تيجي احنا بقى سمسمه نضرب حجرين كده احتفالا بطلائك. يلا يا اخويا، بلا حجرين بلا بتاع، شطبنا قفلنا خلاص. وريني عرض كتافك. يلا على المصمت يا اخويا بتاعك. ماشي ماشي يا سمسمه، بس عدم المؤاخذه حاجتي. ايه يا نوسه، اتاخرت كده ليه؟ لا اتاخرت ولا حاجه، انا لسه قافله اهو زي ما انت شايف. وبعدين صالح كان المفروض يعدي عليا عشان ياخد مفتاح الشقه اللي باجرها، ما عداش لغايه دلوقتي. هو في ايه؟ مالكم كلنا قاعدين مستنيينك، انا ونوجا والعيال وجوزها. وجوزها؟ ما هو جوزها ده لو كان لقاك راجل ما كانش هبش كده بالدكان. دكان ايه يا نوسه؟ وهبش ايه بس؟ انت بس لو تسيبي لي مفتاح المكتب اقسم بالله ادوره لك نار. ايوه نار عشان يتقفل بالشمع الاحمر. لا يا اخويا خليك انت في دكان ابوك. ابوكي كان مكواجه يا نوسه، لما ده دراي كلين. فكك بقى وريحي دماغك شوية. يا ريتني كنت أقدر يا أخويا. ما ترد بقى يا صالح. نوسة نوسة عايز إيه؟ صالح ما بردش عليا ومش عارفة هو فين. هتلاقيه رجع بيروت. أنت عارفة أنت لو تسلمي لي صالح ده هطلع لك منه بلاوي. والنبي تتنين، صالح ده يطبق 50 من عيدتك. كل يا حبيبتي. كل يا أم. عايزه ايه زين؟ عايزه اودي حبيبتي. انتي نادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا نوجه؟ ازيك يا بنات؟ الحمد لله يا حبيبتي. إيه مفيش